إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في قناة أخرى اللي هي AOB كندا إيميغراسيون كندا، والإخوان الأخوات اللي عندهم في البروفيل ديال الكونطا وديال الفينونس يمكن لهم يشوفوا القناة الثالثة ديالي اللي سميتها AOB إيديكاسيون، كنهضر على بعض دي لويسيال ولي فورماسيون امتحانات تخرج ديالهم الى اخره. اليوم كنا في واحد الجلسه مع واحد الاستاذ استشاري معتمد قديم في الحرفه، دونك حضرنا واحد اليوم دراسي ديال كيهضر على اي حاجه عندها علاقه ب سميتها بلا ريزيدونس تمبوريير اللي فيها ثلاثه ديال الناس، فيها لي فيزيتور اللي كيجيو يزوروا الاهل ديالهم او السياحه، وفيها لي ترافايور اترونجي، وفيها لي ريزيدون اترونجي. ما علينا، هلا كنا كنهضروا على قضيه ديال الخدمه، من الخدمه الطالب كيخدم وداكشي. المهم هضرنا على البروغرام ديال البيك اللي دابا كلكم تقريبا كتعرفوه. البيك غير اللي البيك هو اللي غنهضر عليه دابا، اللي فيه واحد الخبر سيء ولكن غير مؤكد حتى الواحد نوفمبر عاد نعرفو. كيف كتعرفوا ان الطالب اجنبي ملي كيجي يقرا لا لوا سور ميغراسيون كيبيك كتعطيه الحق على انه ملي يكمل القرايه ديالو كيمشي لواحد البروغرام سميتو بروغرام دو ليكسبيريونس كيبيكواز، وكيدفع الطلب ديالو ديال سي اس كي، يعني سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيبيك. هو في الاول ملي بغيتي كنتي في البلاد ديالك بغيتي تجي تقرا هنا طلبتي سياك سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك، فكتدفع هذيك سي اس كي وكتسنى واحد شهر شهرين كاع ماكسيموم، كتجيك سي اس كي اللي بها كطلب الاقامه الدائمه من عند الفيدرال. هذا لو بيك فولي ايتيديون ديبلومي. كاين واحد اخر لو بروغرام ديكسبيريونس دو ليكسبيريونس كيبيكواز فولي ترافايور اترونجي، هذا كيكون شي عامل اجنبي جا من بعد ما كيكمل عام كيمشي طب سي اس كي. باش تكون متوفر في الشروط، كاين بين الشروط المهمه بزاف انك تدفع على البيك ديال الطلبه لي ديبلومي، وانك خصك تكون كتقرا في واحد المدرسه كيسميوها ايتابليسمون دونسينومون ديزيني، كاين الليست ديالو في الانترنت قلبوا عليها تلقاهم المعترف بها الدوله، وخصك يا سيدي تقرا تكون عندك واحد من هاد الدبلومات هادو، ديب تكون فيه 1800 ساعه، الا ما عندكش كامل 1800 ساعه كيمكن لك تمشي دير ASP اتيستاسيون دو سبيسياسيون بروفيسيونيل، كتكمل بها 1800 وكتمشي تدفع في البيك فولي ايتيديون ديبلومي. قلنا ديب ديك ديبلوم دي كوليجيال ديال الثانوي، باكالوريا يعني كتقرا في لونيفرسيتي 3 او 4 اون، كاين لا ميتريز في عامين عام ونص عامين، ام بي اي عامين او عام ونص، والبي اتش دي هي الدكتوراه. اوكي نادو سيدي فاتح يوليوز قررت حكومه مقاطعه كيبيك تعليق العمل بهذا البروغرام ديال البيك اللي كان طالب غير كيسالي كيمشي حط طلب سي اس كي، وانا طوندو راه كيكون عنده بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم في لا دوري على حسب القرايه ديالو، تقدر تبدا من 8 شهور حتى ل 3. فقررت حكومه كيبيك تعليق هذا البرنامج ابتداء من فاتح يوليوز الى غايه فاتح نوفمبر، يعني حنا اليوم لو 9 سبتمبر نتوما عندكم 10، لان حنا مازال يلا عندنا 10 وثلث هادي، فغدا بالنسبه لنا حنا سميتها باقي واحد الشهر وشي نقولوا 20 يوم غادي نشوفوا اشنو غايديروا، اش غادي الحكومه ديال كيبيك اللي كيسيرها حزب ناسيوناليست اللي ما خلى ما دار
باش يزير لي زيميغون. يعني اول حاجه دار انه نقص اوليو دوك 50000 حيد 10000 طير 10000، قال لي غنبقاو نجيبو غير 40000 واحد وندمو وتراجعوا حكا راه حتى العام الجاي ان شاء الله غنبدا نطلعوها 10000 10000. داروا سميتها لاحوا سله المهملات واحد 18000 دوسي ديال الناس مسكر حاطينهم. دار واحد لا لوا ديال هذا نيت باش الغاو 18000 كانت خاصهم لا خاصة موديفيو لا لوا اللي هي البروجي دو لوا نيميرو 9. من بعد فيزا والناس اللي عندهم سين غوليجيو وكيبان لينا غير محتجبات في التدريس دونك داروا دا لوا 21 اللي ديال سور لا لايسيتي دو ليتا اللي كتمنع الناس اللي في اون بوزيسيون دو فورس ولا دوتوريتي انهم يكونوا في التعليم او قودات او بوليس او لي زاجون دو كوريكسيونيل دوك اللي كيكونوا حراس السجون يا اخي ما علينا. فهاد الحكومه هادي قررت تعليق ديال هاد البرنامج. اليوم كنا كنتناقشوا كان هضرنا على البروغرام باك ديال ترافايور زيترونجي على الاكسبيريونس على الخدمه وقال لنا واحد الخبر اللي صراحه الا كان بصح غادي يديروه هو مجرد خبر متداول بين اوساط الاستشاريين والمحامين اللي عندهم نتوركين ديالهم اللي عندهم الريزوات ديالهم. الخبر سيء والغير متاكد مفاده على انهم علقوا ils ont suspendu le PEC volet étudiants diplômés باش يليكيديو الدواسا اون انستانس ديالهم. وفي نوفمبر غادي يدخلوا على واحد التغيير وغايقولوا لك سيدي هذا خبر سيء في الحقيقه ولكن ما نقولوا صحيح حتى يكون رسمي. اما دابا هو خبر متداول بين المهم في هذه الجلسه اللي كانوا بعض الاستشاريين والمحامين يعني سونتو كورو ماشي الناس في الميدان عارفين هادشي. قال لك سيدي غادي يزيد واحد الشرط دابا شحال هادي كان كتاخد الدبلوم ديالك كتجيب لهم اتيستاسيون دو ريوسيت ولا تجيب لهم الدبلوم وتعمر واحد الفورميلير ديال دوموند دو سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيبيك وتجيب شي اوراق على كل حال. دابا غادي يزيد واحد الشرط خاصك تكون خدمتي عام. مالوغوزمون هادشي اللي رايج دابا ماشي كاع الناس عارفينه اللي كاين وسط الناس اللي زانترفونو في هاد الدومين ديال ليميغراسيون كيقولوا على ان 90% وهذا درك منكم انا حتى شي واحد ما غايقول لكم دابا انتي انا خديته من عند الناس اللي في الميدان وعندكم حصريا على القناه ديالكم او بكندا. كنقول لكم هذا الخبر وكنسطر على انه اني با انكور اوفيسيال غيزيدوا ان الطالب يمشي يخدم عام. هذه وحده. ثاني حاجه ملي غتمشي تخدم عام خلاص تقول لي السبرايم انا خديت ديبلوم في كونطابيليتي ومشيت خدمت في ريستوراسيون كيف قلتي لينا. عقلت واحد كنت كنهضر على واحد الفيديو على القضيه ديال التعليق وقلت لكم ا او سي مابقاش قضيه ديال لا خص يكون داب ويكون يكون داك وباك و ام بي اي وماستر و بي اتش دي مابقاش هادوك كانت الحلاوه ديالو انك كتسالي كتشد دفع. دابا لا دابا زادك واحد العام ديال التكارفيس ودرت لك واحد الفيديو قلت لكم راه ا او سي راه الشناوه والهنود راه مطورين راه كيجيو يخدموا بها كيضربوا كيفوتوا 1800 كيفوتوا 1800 كيدخلوا في 1900 وشي حاجه كيتولي عندهم عامين ونص حتى 3 سنين ديال سميتها ديال سمحوا لي 3 سنين ديال بوست ديبلوم بيرمي بوست permis de travail post diplôme ou qui imchi ou l'anglophone qui khedmo. نرجع الفكره قلت لكم حتى الساعه حتى الساعه عالم حتى انا سولت واحد المحامي قديم هنايا ومعروف قلت له الله يخليك الا واحد كان كونطابل
وكون طيب في المارشي تخاوي ديال ما خدامش، مشى دار ريستوراسيون، خدم في الريستو، خدم في شي فور، المهم خدم في شي حاجه ماشي الدومين ديالو. واش غير قام شي قال لك واحد الساعه الشرط ما كاينش، اوكي ربما يفكروا فيه من القدام ما كاينش. يعني الا خديتي واحد الدبلوم وبان لك انه غير صعاب تلقى به خدمه، النصيحه ديالي ورجعوا الفيديوهات ديالي كنقول لكم سيروا واحد الخدمه اللي تخرج من عند هذا تخدم عند هذا، تخرج من عند هذا تخدم عند هذا. علاش؟ باش تكون انت ديجا عندك ليكسبيريونس ديال عام ومازال خدام. وكيقول ان السيد هذا راه كاين بلاصتو في المارشي، لو ميتي كاين فيه سي لا ريستوراسيون اي دوموندي بار لو مارشي. دونك هاد السيد الي اغيمي، كيف على حساب اغيما اغيمي، يعني هاد السيد هذا لو بروفي ديالو الي اغيمي، يعني كاين واحد لارموني، واحد الانسجام ما بين الكاليتي ديالو، الكاليفيكاسيون ديالو، فورماسيون ليكسبيريونس براتيك ديالو بروفيسيونيل، ايل ريبون اوز اتونت ايكونوميك ديال لو مارشي دو ترافاي او متطلبات سوق الشغل او سوق العمل. الا في حاله الفيدرال، كتعرفوا بان كاتيجوري ديال الميغراسيون ايكونوميك اللي فيها كدوز على اونتري اكسبريس فيها بروغرام ديال لي ترافايور كاليفي بحالو بحال الشكل ديال كيف كاباك هنا كتسميه بروغرام ريغولي دي ترافايور كاليفي بير تاكي. انسان كيكون خدام عنده خدمه وباغي يجي يستقر في الفيدرال، وفيه سميتها كاتيجوري ديال لي ترافايور كاليفي، لي ترافايور اون ميسي سبيسياليزي ولا لي ترافايور سبيسياليزي. وكاينه واحد الكاتيجوري سميتها كاتيجوري اكسبيريونس كانادين. هادي كتبغي تكون الاكسبيريونس ديالك ماشي ضروري تكون خدام، لك طالب. اما لك خدام عندك خص تكون مينيموم عام. وهما كيقول لك بحال مثلا دابا خاص يكون واحد لاديكواسيون ما بين فورماسيون ديالك والخدمه اللي مشيتي. نعطيكم مثال. واحد السيد جا خدا ميتريز هنايا ولا الام بي اي، ومشى مثلا خدم في ريستورون كيقشر مطيشه، ما غيمكنش الفيدرال يقول ايه لا خدتي واحد ديبلوم ديال كاتيجوري ا ولا زيرو خاصك تكون عندك الاكسبيريونس فيها. كاتيجوري بي اللي هي لي تكنيسيان ولا دي ولا السير بقاو كيقبلوا، راه ولاو كيقبلوها دابا. دي بحال قلتي لي سيرفور كيمسحوا الطبالي، شي دي هي بحال شي ميتين ما كطلبش شي فورماسيون كبيره، ويقدر دير لا فورماسيون سور لو تيران. اوكي دونك حتى الساعات القديمه مطروحاش ديال ان الانسان الا خدا الدبلوم ديالو في الكيبيك وخدم في واحد الدومين ماشي ديالو. كيبان لي انا حتى الساعه ما كاينش الشرط على حسب مثل المختصين في اسمنا نخلص قول باش نخليكم لان في خطار ايسي. دابا تقريبا علينا 10 ونص الليل. خلاصة قول بغيت نقول لكم على الخبر، انه خبر شوية غادي يقلق الطلبة سواء اللي غادي يجيو او اللي كيقراو دابا، حيت راه كيخص الناس اللي دابا كيقراو. صور دابا واحد كيقرا لو 15 نوفمبر غيتخرج، الا داروا هذا الشرط ديال الخدمه مسكين راه خصو يزيد عام اخر ديال الخدمه باش يدفع. على كل حال هذا الشيء كيبقى كيف قلت لكم خبر غير مؤكد، ولكن خارج من افواه محامين واستشاريين طايحين سنانهم في الهجره وعندهم علاقات، عندهم انا جمو في اليوم. وما انا كنقول ناخذ الهضره هذه. على كل حال انتما حنا قلناها لكم دابا، وداك الشيء كنقول لكم ملي كتسولوني على الباك اللي هو سيسبوندي شنو ديروا، كنقول لكم ما ديروا والو، خليكم حتى نوفمبر نشوفوا شنو كاين على حسب ديسيزيون اللي غياخذوا تاخذوا انتما الشيخ سويدار. دونك هادشي اللي كاين. سمحوا لي الليل هذا عطيتكم هذا الخبر شويه مخربط، ولكن توصيل معلومة
وصلكم المعلومه اللي عاد سمعتها بان ليا يكون احسن. اوكي دونك هادشي اللي كاين عاود ناكد عليكم خبر غير مؤكد وغير رسمي، خبر متداول وسط اوساط المحامين والاستشاريين. اوكي بان راه غيديروا شرط ديال باش الطالب واخا ياخذ ديبلوم خصو عام ديال الخدمه. شكرا على المشاهده، ما تنساوش تشاركوا في هذه القناه وهذاك الجرس فعلوه باش يجيكم اي جديد كنحطو او اي لايف كيكون. لايكيو اتصال معايا الانستغرام او بي ايميغراسيون كندا بحاله بحال الميسنجر ديال الفيسبوك. بالنسبه للاستشاري راني ندير لي كوردوني لي كونتاكت ديالو. بالنسبه للايميل راه ما كنجاوبش، كنعاود ناكد راه ما كنجاوبش الايميل. الا كان سؤال قصير كنجاوب عليه، كان طويل كنقول لكم شوفوا استشاري. شكرا مشاهده امسيه سعيده اللي مازال عنده الليل. واحد القضيه اخرى ما قلتهاش لكم، واحد السيده مسكينه دعوا لها بالرحمه توفات، كانت هذه نهار الخميس. واحد الشابه مسكينه هند كانت طياره متدربه مسكينه، كانت في جهه ديال ليستري جهه شيربوك، كان ساق واحد الطياره صغيره غبرات. بعد يومين مسكينه لقاوها ميته عندها 22 عام تبارك الله، الله يرحمها. دعوا معها، راه غدا ان شاء الله غتكون جنازه ديالها في الاي سي كيو من واحد السيميتير. تمنوا لها مسكينه السلوان الوالدين ديالها، سيتو الاب ديالها والام ديالها. واليوم عاوتاني توفى واحد الطالب مسكين، طالب سميتو السرغيني شي حاجه، توفى مسكين كان عنده 41 عام. الخبر توصلت به منذ قليل في لونغوي، منطقة لونغوي في لو سود ديال الجنوب ديال مونريال. الله يرحمه ويواتيه برحمة الله. شحال نقول لكم، تهلاو ليا في روسكم والسلام عليكم، وما تنساوش تدعوا مع هذا الموتى مساكن. بارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.